بيكون هناك ثلاث مراحل للتدريب: المرحلة التدريب الأساسي، ومرحلة التدريب التخصصي، ومرحلة الخدمة الفعلية. مرحلة التدريب الأساسي هي فترة زمنية بيقضيها للتدريب الأساسي بيكون للجميع. مرحلة التدريب التخصصي هنا وين بتم توزيع المجندين أو الفئات المجندين على وزارة الداخلية والدفاع وقوات المسلحة وجهاز أمن الدولة والمؤسسات الأمنية. وداخل المؤسسات هاي بيتم توزيعهم على تخصصات حسب كل مؤسسة. بيكون نفس التدريب للجميع، نفس التدريب، لكن في التخصصات يوم بيوزع التخصصات بيراعى فيه المستوى الدراسي، هل هو جامعي، هل هو ثانوية عامة، وحتى في الثانوية عامة هل هو علمي أدبي، شو ميوله، رياضيات، علوم، هاي كلها بتراعى في التوزيع. بتدرس حالة حالة، وعلى أساسها بيكون إن شاء الله بيفتح لهم المجال اللي بيكمل كعسكري وياخذ بطاقة عسكرية، بيكون تخصص عسكري. ما عندنا شيء، نحن عندنا مراكز تدريب، مجموع مراكز تدريب تاخذ لين اكثر لين 7000 وزياده شوي، ولكن ما عندنا عدد معين، يعتمد على اللي بينه.